يقول السائل: ما حكم التداوي من الأمراض التي إن لم يتداوى الشخص منها فإنه سيحصل له الموت؟ نعم، ما حكم التداوي من الأمراض التي إن لم يتداوى منها الشخص فإنه قد يتسبب، يقول، بموته؟ نعم، هو سيموت من التداوى ولا ما تداوى، ما هو فرق تداوى من الموت. هذا كله كلام ما له أصل. نعم.